في الحقيقة من أهم القيم اللي بيأسسها فينا الشهر الكريم واللي احنا متعودين عليها من زمان رمضان كريم. رمضان كريم جملة المصريين حفظوها أبا عن جد وبيرددوها في معايدتهم. أول كلمة قبل ما يقول لك كل سنة وانت طيب يقول لك رمضان كريم، ترد تقول له الله أكرم. الكلمة دي بتقوم فينا معاني من الحب والجمال والعطاء والسخاء والرحمة والتكافل اللي هي في الدين الإسلامي في الأصل، لكن ما شفناش شعب أو دولة في العالم بيطبقها زي المصريين. كل العالم بيتكافل في شهر رمضان، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن شهر رمضان شهر كرم في الحديث الشريف، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. والشعب المصري طبق هذا المعنى بكل مؤسساته، سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني أو الإنسان بصفة شخصية في علاقاتهم أو في موائد الرحمن أو في الأعمال البر والتقوى اللي بتبدأ من قبل دخول الشهر الكريم علينا. صحيح. ولا شك أن المجتمع بتاعنا بيحتمل الفقير والغني، بيحتمل المحتاج والغير محتاج، والدين الإسلامي من أهم الأديان اللي كان التكافل فيها أصل في كل حياتها. لما نقرأ القرآن الكريم من موقف إنسان بينكر دين ربنا تماما، فربنا يقول في حقه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لما ربنا يجي يتكلم عن حد مستغرق في نار جهنم والعياذ بالله يقول ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لما يجي يتكلم عن الإطعام بصفة عامة وإنك إزاي تبقى واخد بالك من أهلك ومن جيرانك ومن أصدقائك ومن معارفك، ويقوم فيك هذا المعنى بغض النظر عن دينه أو عن شكله أو عن لونه أو جنسه، فربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين مسلم واليتيم مسلم والأسير غير مسلم، دلالة أن التكافل مفهوم عام وشامل. صحيح. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان ميراثه من آبائه وأجداده لحد سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم كان لقبه أبو الضيفان، والعلماء يقولوا سيدنا ابن عباس أن ما حدش قام بدين ربنا زي ما قام سيدنا إبراهيم. بيقولوا أنه ما أكل طعاما وحده قط، يعني عمره ما أكل وجبة يدور على حد يشاركه في الأكل ده، لدرجة أنه في مرة من المرات ما لقاش حد، بيقولهم حمل الأكل ومشي ما يقرب من 5 كيلو على قدميه ينظر إنسانا يأكل معه هذا الطعام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم ما اسموش هاشم، اسمه عمرو. اتسمى هاشم ليه؟ لأنه هشم الثريد، يعني كسر الفتة وأطعم الناس في سنة المجاعة. قالوا عمرو ده جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هو ما اسموش هاشم اسمه عمرو. قالوا عمرو الذي هشم الثريد لقومه مطعم الأعراب مسنتين عجافا، وهذا الذي سن رحلة الشتاء والصيف، وهذا الذي أكرم الوفادة والرفادة. سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الملقب في الإسلام بذي الجناحين، بيقول لأبو أبو طالب إني لأستحي أن أطعم طعاما وجيراني لا يقدرون على مثله. بيقول له أنا ما أقدرش أكل لقمة وجيراني مش قادرين يأكلوها. فرد عليه أبو طالب قال له إني لأرجو أن يكون فيك خلفا من أبيك عبد المطلب ومن جدك هاشم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويعلمنا قيم التكافل في المجتمع، وقد إيه الحاجة دي بتوصلنا لمرحلة التراحم والتآخي والتكامل فيما بيننا. فيقول ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. صحيح. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أقصر خطبة عرفها التاريخ نسبت إلى العالم الولي الصالح سيدي عبد القادر الجيلاني، دي أقصر خطبة عرفتها البشرية. وقف على المنبر وقال أيها الناس لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع، وخير من كسى الكعبة وألبسها البراقع،
وخير ممن قام لله ساجدا وراكع أقم الصلاة. هذا المعنى يعني من أراد أن يتفهم ويتذوق حقيقة هذا الدين فليعي ما قاله الشيخ عبد القادر. نعم. طيب شيخ سيد، يعني حضرتك اديت لنا أمثلة ونماذج سواء كانت من القرآن أو من يعني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأيضا الصحابة من بعده لتطبيق يعني وتعظيم قيمة التكافل أيضا.